66 السكريشن بتاع الإستروجين أثناء الحمل A بيبقى معتمد على both viable fetus إن الفيتس يكون بصحة كويسة وإن البلاسينتا كمان تكون functional هي كمان بتؤدي function بتاعها. هذه الجملة صحيحة. طب فين يا منار كلمة viable fetus دي ولا إيه علاقتها؟ أنا أتذكر والله أعلى وأعلم من العملي كان في كيس فيها بنطمن عن على الجنين من مستوى الإيستروجين. أتمنى أن أكون فكرة ده يكون صح. بنطمن على الإيستروجين في الإيستروجين بنطمن على الجنين من مستوى الإيستروجين لأن الأدرينال جلاند بتاعة الجنين بتسكريت إيستروجين برضو. تمام؟ غير البلاسينتا. وساعتها كان مش عارفة إيه كان تقريبا واحدة كان عندها بري إكلامسيا أو إكلامسيا اللي هو تسمم الحمل ولما لقوا الإيستروجين مستواه ما بيعلاش أو مستواه قليل قالوا لا بس ده الفيتس ده كان فيه مشكلة وخافوا بقى من تسمم الحمل. أتمنى أن أكون فاكرة يكون صح. وكمان أنا لما سألت الدكاترة في آخر سيكشن في السيولوجي قالوا لي منهج الجميل في السيولوجي كان كبير بس كش قوي ففي بعض الجمل ما زالت موجودة في كتاب الام سي كيوز رغم أنها مش موجودة في كتاب القسم بتاع الشرح. تمام؟ في حتة dependent على viable fetus and functional placenta مش مذكورة في كتاب الشرح عشان اللي قلناه دلوقتي ان الكتاب كان كبير وكش وبس في كيس لو انا متذكرة صح منها ان الاستروجين بيطلع برضو من الادرينال جلاند بتاع الفيتس فمستوى الاستروجين اثناء الحمل بيعتمد على الفيتس كمان وبيطمنوا على الفيتس من مستوى الاستروجين في الدم. تمام؟ فرقم ايه؟ صح. طب رقم بي مستوى الاستروجين سكريشن اثناء الحمل is largely produced by the maternal ovaries خالص. لا ليه؟ هو الاوفريز بتاعت المذر مالها اوفريز هتكون بتاعت يعني مش فيتال اوفريز ماشي maternal ovaries هل معقول تكون بتسكريت استروجين اثناء الحمل؟ لا ليه؟ لان فكرني كده هو الاستروجين كان بيطلع من الاوفري ماشي بس ايه بالظبط الاستراكشر اللي جوه الاوفري كان بيطلع الاستروجين؟ الماتيورين فوليكلز. طب بالله عليك هل اثناء الحمل مش اثناء الحمل بيبقى فيه استروجين وبروجستيرون عاليين من البلاسينتا ومن الفيتس عاملين نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتيوتري بتاعه المذر وقال لها ما تطلعيك تطلعي اف اس اتش ولا ال اتش احسن يروحوا يعملوا ماتيوريتي للاوفريز ويبقى فيه ماتيور فوليكلز عاملين نيجاتيف فيدباك مفيش اف اس اتش ومفيش ال اتش وبما ان مفيش اف اس اتش اذا الفوليكلز اللي في الاوفريز مش هتماتيور اذا السايت اوف سيكريشن اوف ايستروجين من الاوفريز مش موجود. تمام؟ فاكيد مش لارج ريبروديوس لا اكيد يعني مش منعدم خالص بس مش لارج ريبروديوس باي ذا ماتيرنال اوفريز بالعكس ده في نيجاتيف فيدباك من الايستروجين والبروجستيرون بتوع البلاسينتا والفيتس عاملين نيجاتيف فيدباك يروح على الانتيريور بيتيوتري ولا اياك تطلعي اف اس اتش ولا تطلعي ال اتش عشان ما يحصلش ماتوريتي للاوفيريان فوليكلز فما يحصلش ماتوريتي واوفيليشن فاحنا مش عايزين اوفم دلوقتي في حاجه احنا مش عايزين اوفم ولا عايزين فيرتلايزيشن احنا اوريدي في حمل فمش عايزين يحصل حمل فوق الحمل. تمام؟ يبقى رقم بي غلط. قلنا ليه؟ لان مفيش اف اس اتش قلنا نيجاتيف فيدباك قلنا ده بيعمل ايه بما ان مفيش اف اس اتش اذا مفيش ماتيورين فوليكلز اذا مفيش استروجين لان ماتيورين فوليكلز هي السايت اوف سكريشن اوف استروجين من الاوفريز ماشي يعني المكان اللي بالتحديد اللي جوه الاستروجين اللي بيسكريت اللي جوه الاوفريز اللي بيسكريت استروجين. تمام؟ قلنا مفيش اف اس اتش يبقى مفيش ماتيورين فوليكلز يبقى مفيش استروجين من الاوفريز. طيب رقم سي مش بيعتمد على viable fetus زي ما شرحناها في رقم واحد لا بيعتمد على viable fetus وبيطمنوا على الفيتس من خلاله. طب رقم دي مستوى secretion of estrogen أثناء pregnancy بيبقى أقل من secretion of estrogen في واحدة مش حامل يعني estrogen في واحدة حامل أعلى ولا الاستروجين في واحدة مش حامل إيه رأيك؟ والله الأكيد اللي حامل واللي مش حامل أكيد الاتنين عندهم إيستروجين مين اللي أعلى بقى فيهم؟ أكيد الحامل ليه؟ عشان الحامل عندها
غير الكوربس غير ال غير الماتيورم فوليكلز والكوربس لوتيوم. عندها ايه كمان؟ عندها ما عندهاش ماتيورم فوليكلز، اسف، عندها كوربس لوتيوم او عندها بلاسينتا وعندها فايبل فيتس عمالين بيسكريت استروجين. طب النون بريجننت ما عندهاش فيتس، اذا ما عندهاش سورس اوف استروجين، لا اهو خسرت سورس. وكمان ما عندهاش ايه تاني؟ ما عندهاش بلاسينتا. الفيتس والبلاسينتا دول مصدرين للاستروجين، موجودين في الفيميل البريجننت ومش موجودين في النون بريجننت، فاكيد البريجننت عندها استروجين اعلى من النون بريجننت. يبقى رقم دي غلط، والمفروض تكون ايه؟ استروجين سيكريشن اثناء البريجننسي بيبقى اعلى، اعلى مش اللور، وتبقى هاير ذان سيكريشن اوف استروجين في نون بريجننت فيميل.